السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. دكتورة، فصلت الجلسة الأولى. السلام عليكم، كيف حالك دكتورة؟ أحمد، دكتورة يعطيك العافية. يكرمك يا أحمد. نبلش نحن ولا ايش نعمل بالضبط؟ ثواني يا أحمد، ثواني. اوكي. طيب، خلينا إن شاء الله بنبتدي السيشن الثانية من خلال السيمينار. هو يمكن كان موضوع آخر موضوع يا أحمد، ولكن علشان بما إنك موجود فهديكم الفرصة دلوقتي، أنت وزمايلك سائر وجعفر موجودين. سائر وجعفر منسق معاهم يا أحمد ولا لأ؟ أحمد سامعني؟ طب منسق معهم، المفروض انهم يدخلوا هلا. هل دقيقه بس، يعني هي طيب، الجروب يدخلوا هسه بيدخلوا. تواصل معاهم. بتحب ابلش ليجوا ولا استنى؟ لا لا لا، ابتدي بس برضه ابعت لهم. انا يعني انا يمكن السيشن خلصت وانا بتكلم، فما اعرفش كانوا موجودين في السيشن الاولانيه ولا لا. هلا لحد الان هم مش داخلين على السيشن هذا، انا بعثت لهم على الجروب هلا بيدخلوا. طيب يلا يلا نبتدي عشان هاي جعفر الوقت. جعفر كانه دخل. جعفر انت معنا؟ جعفر امامي. باقي سائل. جعفر لسه سائر. اجيهم ادخلوا واحده واحده. كنت بس ترن عليه او تبعته وتوكل على الله. يا دكتور هاي جعفر موجود، ثائر شوي بيدخل، انا هيك بتخيل، انا كتبت على الجروب حكوا لي اوكي قبل شوي. طب يلا سلم النوم. نبلش؟ يلا توقع على عشان الوقت. يلا يعطيكم العافية جماعة. أنا أحمد صهول، بدنا نحكي عن موضوع الليفر كانسر بالنسبة لمادة الكوميونيكيشن تريتمنت، التواصل العلاجي. بشرف على البحث الدكتورة فاطمة العمري. أنا والطالب جعفر والطالب ثائر، راح أبلش الموضوع من عندي، راح أنا أحكي عن ثري موضوع، وراح الشباب كل واحد عن ثلاث مواضيع ثانية. أنا راح أحكي عن الديفينيشن لليفر كانسر، وراح أحكي عن الساينس والسيبتومز، وراح أحكي عن الكوسز، وراح نحكي كمان عن الشباب راح يخلصوا عن الريسك فاكتور، عن البريفنشن، وعن الدايجنوسيس، وراح أحكي عن التريتمنت، وراح أحكي عن السبورت تريتمنت، وراح أحكي عن الكوبينينج أوف السبورت. رح أبلش من عندي. أنا هلا أحكي عن الليفر كانسر بشكل عام. الليفر كانسر هو عبارة عن الليفر كانسر كانسر of the malignant of the cellular of the liver. The liver of the fetal size in the organic of the set upper right protein of the abdominal. Bent in the in the double breast stomach. نحكي إنه الدكتورة هو الكبد عبارة عن عضو بحجم كرة القدم، يستقر بالجزء العلوي من الأيمن من البطن أسفل الحجاب الحاجز. Severe type of the cancer can from of the liver. The most common type of the liver cancer, hepatocellular aspiration of the big in the man type of the liver cell, hepatocyte. Another time of the liver cancer. Suck if the entration in the cholesterol and hepatoblastemia in the sum of the last common. يتكون العديد من انواع السرطانات، من النوع الاكثر استنشارا بسرطانات الكبد هو سرطان الخلايا الكبديه، يعني في اكثر من نوع للكانسر بس اكثر نوع موست كومن منتشر اللي هو بنحكي له احنا الخلايا الكبديه بصير فيها كانسر. وكانسر اوف ذا كانسر اوف ذا سبورتد ان ذا ليفر مور كومن ان ذا كانسر ذات بيجش لايف سيل كانسر ذات بيج ان ذا انذر area of the body, suck of the colon, lung, breast. يعني هون بيحكي لك دكتور انه في عندنا اكثر من نوع للسرطانات، وهذا من اكثر انواع السرطان انتشارا اللي هو زي ما حكيت لك. هلا راح نتطرق لموضوع الساينز والسيبتومز. الساينز والسيبتومز عندنا احنا most people do not of the sign have the signs and symptoms of the area stage primary cancer. يعني بيحكي لك انه بالمراحل معظم الاشخاص اللي لديهم علامات واعراض مراحل مبكره ما بكون في عندهم علامات واعراض. العلامات والاعراض بلش تظهر، خلينا نحكي بالمراحل المتقدمه، زي لما يكون في عندنا لايست ويت انه بكون في فقدان بالوزن،
لايس اوف ذا بيتيا بكون في الشهية الفقدان بالشهية، ابر ابدومينال بين بكون في عندهم الم بالبطن، نوزيا وفوميتينج بكون عندهم غثيان وشعور بالتقييد، جنرال ويكنس اند فاتيك بكون تعب وارهاق وضعف عام، بكون في عندنا ابدومينال سويلينج بصير في زي تورم او اللي هو بيحكوا وجود تورم بالبطن يعني زي ديستنشن بالضبط، ويلو ديسكالريشن يور سكن اند انذر يور اوف سكن، يعني بصير في عندنا شو اسمه هيك جسمه بكون مصفر يعني الجسم بشكل عام بتحس انه مصفر بالذات لما تطلع بعينين البيشنت بين انه في عندنا مشكله من عينيه، وبكون عندنا وايت كلوستر سكول في الجلد او على مستوى الجلد ولون او العين بكون في عندنا بالبراز بكون هيك لونه على وايت ابيض هيك بصير يعني هلا احنا عندنا الكيسز الاسباب ان ليفر كانسر هايبرتريشن اوف ذا ليفر ديفلوبمنت اوف ذا تشينج ميتاليزيشن اوف ذا دي ان اي سيل اند دي ان اي ماتيريال اوف ذا ريفنج انستركشن ان ذا فيري كيميكال بروسيسنج يور بودي دي ان اي ميتيسيس كيسز تشينجينج اوف ذا يس انذر ريزلت اوف ذا سيل مي بيك اوف ذا جروث اند اوت كنترول اوف ذا افري from trauma and mass of contraction. إحنا يبدأ السرطان عادة سرطان الكبد يبدأ حدوث خلايا يعني بيصير في عنا خلايا تغير الخلايا الطفرية بالحمض النووي، والحمض النووي هو داخل الخلية، إحنا بنعرف كليتنا أنه داخل الخلية وهو بمنع الإرشادات الخاصة بكل عملية كيميائية تحدث بالجسم، يؤدي الطفرة الحمض النووي إلى تغير في الإرشادات وهذا ينتج عنه إيش يبدأ الخلايا النمو بنطاق غير خارج نطاق السيطرة لأنه بيصير ينمو بطريقة عشوائية. وفي نهاية المطاف تصير كتلة بالخلايا السرطانية. If the suck in the chronic inhibitis infection يعني بقول لك عادة ما يكون بسبب الإصابة بسرطان الكبد مما يحدث عليه حدوث التهاب الكبد المزمن يعني حتى بكون في عندنا الهيباتايتس وبنتج عنه الكانسر زي ما احنا حكينا انه عادة بتبلش الموضوع بهيباتايتس وبصير له جروث بعد فترة بصير في عندنا كانسر يعني خلينا نحكي انه بتبلش اول شيء بيكون عباره عن التهاب عادي وبعدين بتتطور لموضوع الكانسر يبقى فايره في بطايتس وبعد كده يبقى كانسر. وهلا دكتور اللي راح يبلش الشباب يحكوا عن الريسك فاكتور شباب ثائر جعفر او ثائر مش عارف هم بيختاروا هسه هم يعني انا معك دكتور بس النقاط هاي راح كان ثائر انا اخر ثلاث نقاط راح ثائر موجود ثائر مش موجود هو حر خلاص هننتقل للكوميونيكيشن اي نقطه سبورت دكتوره ممكن اطلع من السيشن وارن عليه على الموبايل خلي شو اسمه جعفر يحكي بالموضوع تاعه يمكن يكون هو مش منتبه عرفتي هلا برن عليه وبرجع لكم انا اوكي برضه عايزينك سبورت يلا يا جعفر خلي كمل عادي جعفر ابلش دكتوره يلا كمل انت بس ثواني خلينا نفتح من عندي يعطيك العافية دكتورة فاطمة. الله يعافيك حبيبتي. دكتورة قبل شوي الجلسة الأولى النت كان عندي كثير ضعيف ما قدرت أدخل. دلوقتي الأمور أحسن؟ لا هلا أحسن حتى بالمحاضرة النفسية مس دكتورة كان كثير ضعيف. طيب. لا عنده خير إن شاء الله يزيد. إن شاء الله الله يسعدك دكتورة. دكتورة بلش؟ يلا يا جاب. منين؟ تمام من عند التريتمنت دكتور. تفضل. تمام الله يعطيك الف عافيه تريتمنت دكتور اللي هو العلاج اللي نستخدمه لعلاج مرضى السرطان في عندنا تريتمنت فور برايمري ليفر كانسر ديبندنت اون ذا تكست ستيج اوف ذا ديزيز از ويل از يور ايج اوفرول اللي هو دكتوره تعتمد علاجات السرطان الكبد الاولي على مدى مرحله المرض بالاضافه لعمرك وتفضيلاتك الصحيه والشخصيه دكتور هيلث بيرسون اند بريفرنس في الدكتورة هو أكثر من طريقة للعلاج اللي منها السيرجري منها اللوكوزايد تريتمنت راديشن ثيرابي وفي كمان التاركت دراج ثيرابي والإمونو ثيرابي والكيمو ثيرابي اللي هو العلاج الكيميائي والعلاج الدوائي والمناعي والجراحة والعلاجات يعني هو أي لاين أو أي تريتمنت موداليتي حيستخدم ده طبقا للحالة أو الستيج اللي فيها اللي عليها بالضبط دكتور
بعد دكتورة اللي هي الباليتيف كير. باليتيف كير اللي هي الرعاية التلطيفية. الرعاية التلطيفية دكتورة. الأخصة دي في المراحل المتأخرة يعني. خلاص. تمام. باليتيف كير is special medical care that focus on providing relief from pain and other symptoms of serious illness. الرعاية التلطيفية هي دكتورة رعاية طبية متخصصة تركز على توفير الراحة من الألم وأعراض الأخرى لمرض خطير. للمراحل المتأخرة من المرض. تمام آه دكتورة من الآخر المراحل المرض يعني. الباليتيف كير specialists work with you your family and your other doctors to provide an extra layer of support that complements your ongoing care. اللي هو دكتورة يعمل في أخصائيين للرعاية التلطيفية معك ومع أسرتك وأطبائك الآخرين لتوفير طبقة إضافية من الدعم عشان يكملوا رعايتك المستمرة. دكتورة يمكن اللي هي palliative care can be used while undergoing other aggressive treatment such as surgery أو يعني اللي هو أثناء يمكن استخدام يعني الرعاية التلطيفية. يعني الباليتيف كير هنا اللي هو أو السبورت كير الرعاية هنا اللي بغرض تخفيف الألم عند المريض هو لاين ماشي بالإضافة لللاينز الأخرى أو تريتمنت موداليس الأخرى اللي المريض في حاجة ليها سواء كان سيرجيكال انترفينشن سواء كان العلاج الكيميائي أو الكيموثيرابي سواء كان العلاج الإشعاعي يعني كلها لاينز مكملة لبعض. صح دكتور. وبعدين دكتور يمكن يعني استخدام الرعاية التلطيفية وانت والمريض ياخذ العلاجات قويه يعني زي عندك العلاج الكيميائي او العلاج الاشعاعي او حتى الجراحه يعني. تمام دكتور. When palliative care is used along with all of the other appropriate treatment people with cancer may feel better along and live longer. لما نستخدم الرعاية التلطيفية دكتورة مع العلاجات الثانية ممكن انه المريض يشعر يحس انه تتحسن او انه يعطي امل انه راح يعيش اكثر من هيك. palliative care على فكرة palliative care او palliative care مش بس للمريض في المراحل المتأخرة من المرض كمان او في المراحل أو حالة الأمراض الخطيرة زي الكانسر في المراحل المتقدمة ده كمان لأهله أو لزويه عشان تقبل فكرة يعني أثناء عملية الداينج بروسس يعني بالي تفكير لو بتسمعوا عنه أو عندك خلفية عنه بنلاقيه موجود كبرانش في حالات الأنكولوجي في مركز الحسين السرطان الحالات اللي هي في التيرمينال ستيج أثناء الداينج بروسس. تمام؟ ويمكن بعض المرضى كمان بيتعمل لهم ديستشارج في الفترات دي في المرحله الاخيره دي اللي هو وقت خلاص يعني اثناء الداينج بروسس بيتعمل للمريض ديستشارج من المستشفى عشان يروح بيته اللي هو يديه يبقى عنده فرصه وياخد الفرصه يودع اهله. فهي للاهل للمريض وزويه لتقبل فكره الموت يعني او تاهيله للطبيعي. بيكون في تيم لهاي يعني تيم متخصص ولا هم سبيشالست؟ اه طبعا ده علم ده ساينس وبيستخدم مني في حالات الانكولوجي هتلاقيه موجود قوي وفي مركز عشان حالات الكانسر اللي موجوده هنا فبيطبق مني يعني هو اثناء المراحل المختلفه المرض بس التركيز على التيرمينال ستيج وقت الداينج بروسس للمريض وزويه وبقول لك بيفضل لو في الامكان ان هو يخلوا المريض يخرج يعني في ناس بتحب ان هي فكره ان تموت في بيتها او على فرشتها زي ما بنقول تودع اهلها لو في الامكان بيعملوا لهم ديسشارج في الاوقات اللي زي كده. اتفضل يا تمام دكتور. باليتيف كير از بروفايد باي تيم اوف دكتورز. هذا دكتور رد على سؤال زميلتنا انه في فريق مختص او لا انه يكون دكتور مكون يعني من اوف دكتور نيرس اند اذر سبيشالي تريند بروفيشنال يعني دكتور يكون من فريق من الاطباء والممرضات وغيرها من المهنيين والمدربين كواليفايد محترف يعني اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي دكتور بكون هذا اكثر شيء.
تيم كامل. اكثر شيء بنشوفه دكتوره، اكثر شيء بنشوفه بمركز الحسين للسرطان موجودين عشان عشان الحالات كلها موجوده هناك بمراحلها المختلفه وبانواع الكانسر المختلفه كمان. كمل دكتوره. تفضلي تفضلي تفضلي. تمام. Palliative care teams aim to improve the quality of life for people with, for people with cancer and their families. دكتورة الفرقة الرعاية التلطيفية الهدف منها يعني تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالسرطان وبرضو تحسن الحالة النفسية المعنوية والنفسية لعائلات بالضبط المكان في حد ذاته العلاجات المختلفة اللي هي الأجريسف تقول لها يعني تأثيرها عنيف على الشخص وعلى اللي حواليه. الهدف هنا التخفيف عليه وعلى على زوجه. بالضبط دكتور. This form of care is offered alongside creative or other treatments you may be receiving. اللي هو دكتورة يعني لما نقدم هاي الرعاية ونعطي بعض العلاجات فهاي ممكن تحسن كمان من حال النفسي المريض ومن صحته. هسه دكتور عند احنا وصلنا عند الكابينج اند سبورت اللي هو التأقلم مع والدعم مع الدعم. بالضبط التكيف والدعم او اللي هو التكيف. الكانسر دايجنوستس كان تشينج يور لايف فور ايفر. يمكن ان نغير تشخيص المرض الى السرطان، سرطان الليفر، حياه المريض للابد يعني. Each person find his or her one way of coping with emotional and physical change cancer brings. دكتور انه يعني كل شخص له طريقته الخاصه بالتاقلم مع المرض But when you're first diagnosed with cancer sometimes it's اللي هو دكتور يكون صعب احيانا معرفه ما يجب شو اللي لازم تكون بيه. Difficult to know what to do next. يعني صعب عليك شو راح تسوي من اول تقييم للمرض لك. اي يعني اول ما الشخص يعرف بالتشخيص او يعرف انه هو مصاب بالكانسر بيبقى صعب عليه او في صعوبه انه يعرف انه هو ايه اللي هيعمله بعد كده. صعب عليه دكتور يستوعب الفكره من اول. في ثلاث نقاط اللهم صل على سيدنا محمد تساعد المريض دكتورة سمعتني؟ معك وصوب بيقطع بس أنا متابعك والله. لا هو لأنه جاني تلفون والله. Here are some ideas. التكيف زي. زافر الصوب بيروح. ثواني بس دكتورة التلفون يرن فصل. قلوا أي تلفونات معك لو سمحت. هو التلفون يرن عفو دكتورة. تمام. اللي هي ثلاث اسال الطبيب عن لا لازم يكون عندك معلومات كافيه دكتوره عن المرض. لازم يكون عندك معلومات كافيه عن السرطان اتخاذ قرار بشان رعايتك. اول شيء ask your doctor about your cancer. لازم تسال الدكتور عن عن المرض اللي تعاني منه. include your treatment option and if you like your prognosis. وعقبة المرض. يعني المريض من ضمن الأفكار اللي هتساعده على التكيف إنه يبقى عنده قدر من المعلومات بشكل كافي، يبقى يسأل أو الناس المسؤولة ضمن التيم يزودوا بمعلومات عن المرض، معلومات عن التريتمنت أوبشنز أو التريتمنت موديلز هو مشكلته دي أو مرضه في المرحلة دي هيتعالج بأكتر من اتجاه أو بأكتر من خط. لازم يبقى متوضح له كل المعلومة كاملة عشان على أساسها يقدر يوصل لقرار أو يصنع قرار. وكمان البروجنوزس للمرض، والله هو في المرحلة دي فبعد شوية هتتطور هينتقل لمرحلة أخرى هيشفى. يعني إيه العاقبة، إيه الصورة بشكل كامل عن المرض دي، تطوراته والعلاجات المختلفة ليه. ده هيعمل له ايه بقى؟ كل ما هيعرف اكتر، كل ما هيبقى عنده معلومة، كل ما هيبقى قادر على اتخاذ قرار او صنع القرار وهيبقى واثق فيه. اللي بعده يا جعفر. ثواني دكتور بس.
لأنه طلع من عندي التليفون بس ثاني. النقطة الثانية دكتور اللي هي keep friends and family close، أنه تحافظ على علاقة وثيقة أو على أصدقائك اللي هم تكون بينك وبينهم علاقة قوية وخاصة يكونوا من أهلك يعني. keeping your close relationship. الناس المقربة لي يفضل على تواصل أو يفضل على تواصل معي. Recommended. بالضبط. keeping your close relationship strong will help you deal with your cancer. دكتور إنه يساعدك الحفاظ على قوة علاقتك الوثيقة مع في التعامل مع مرض السرطان لما تكون علاقتك مع أصدقائك أو أهلك قوية، لأن هم اللي يعطوك الدافع النفسي والمعنوي يعني. Friend and family can provide practical support your will need. هم اللي راح يعطوك الدعم اللي أنت تحتاجه. Such as helping take care of your house. يعني ممكن يقدموا لك المساعدة ببيتك أو بالمستشفى. يعني ممكن المريض ده يبقى في ميل أم أو زوجة وعندها أولاد وعندها بيت وشؤون بيت، وهي بتاخد علاجة وهي admitted أو hospitalized، محتاجة حد يساعد. ده برضو support، نوع من support، إن حد يساعدها في الأمور اللي هي كانت بتقوم بيها وهي غير قادرة دلوقتي أو منشغلة بمرضها وعلاج. بالضبط دكتورة، اللي هي يعني إذا كنت في المستشفى ممكن يعطوك الدعم النفسي، وإذا كنت ببيتك برضو راح يعطوك إياه، ويمكن تكون كمان مثابة دعم عاطفي. يعني بالضبط لما أنت تكون صار معك المرض يعني. النقطة الثالثة دكتور find someone to talk with، يعني انك تلاقي الشخص اللي انت شو تحكي له وتشرح له عن ألمك عن وجعك. find a good listener who is willing to listen to you talk about your hopes and fears. انك تلاقي الشخص المستمع جيد للاستماع اليك تتحدث عن امالك ومخاوفك. they may be a friend or a family member. انه ممكن دكتور هذا الشخص يعني يكون صديق لك، يعني يكون واحد من افراد عائلتك. The cancer and understanding of as دكتورة. The concern and understanding of a counselor. بالضبط. Counselor, medical, social work, clergy member or a cancer support group also maybe helpful. إنه دكتورة يعني يمكن من المفيد أيضا تسأل مستشار أو أخصائي اجتماعي. طبي او عضو من يعني ممكن اللي بيقدم لك سبورت مثلك، طبعا اللي بالشكل الانفورمال الاسره او الاصدقاء ممكن يبقى من ضمن التيم، ممكن يبقى في كونسلر حد استشاري بيقدم لك المشوره المطلوبه، ممكن يبقى سوشيال وركر، ممكن يكون الاخصائي الاجتماعي، ممكن السايكولوجيست الاخصائي النفسي، ممكن احنا النيرس باعتبارنا ثيرابيست، ممكن الكلرجي رجل الدين. يعني احنا عاده في الازمات يعني الحمد لله رب العالمين الأزمات والشدائد دايماً أول ما يعني بنرجع لربنا، أول خطوة بنعملها بنرجع لربنا سبحانه وتعالى، وبيزيد قوتنا قوي بالاستعانة بربنا، وبيزيد التزامنا بالعبادات والطقوس الدينية المتبعة. ولما يكون في رجل دين في الموضوع كمان بيبتدي يقوي الناحية اللي هي إيه، إنه المرض ده نصيب وقضاء وقدر، ويعني بيبتدي يشتغل على الجزئية دي. يعني المرض ده حاجة جت من عند ربنا، ممكن يصنف على إنها بلاء ابتلاء، يعني بيتعامل مع المريض من منطلق ديني، فبيدعم روحاني. نعم أيوة بالضبط، جانب روحي أو روحاني، فبيبتدي ده بيكون له تأثير على الشخص على الجانب الروحي بالنسبة له أو روحاني بالنسبة له. طيب يا جعفر أنا ما أعرف إذا ثائر جاهز أو لا. دكتورة ثائر ما بيرد على التليفون، تليفونه مفصول، بحكي له عن الجزئية تاعته أنا بحكي عنها، ما عندي مشكلة عشان نغطي الموضوع. هو كان حيتكلم عن ايه؟ ريسك فاكتور؟ هو حيحكي عن ريسك فاكتور وراح يحكي عن الـ اي ثينك. بص يا احمد انت مش هتغطي عن حد، هو سائل كده ضيع عليه فرصته في علامه الاورال برزنتيشن، فخلاص عشان كمان الساعه 10 ونص. خلاص تمام دكتور، بس انا حبيت اغطي الموضوع، اذا بدك انا جاهز ما عندي مشكله بحكي عنه، رغم اني مش محاضره بس عادي بحكي عنه. هنشوف يا احمد والله عمل الوقت ايه، لكن احنا دلوقتي بالنسبه لوقت المحاضره انتهى. بس خليني اشوف مع مين معايا النهارده عشان انا ما حصلتش اللي في القايمه في الجلسه الاولى.
معانا أسماء. نعم دكتورة. هبة النعيمي. نعم دكتورة. رهف. نعم دكتورة. مرام. نعم دكتورة. إلهام. أحمد الزغول، بس أحمد معنا يعني هو شعبة تانية. أنا مكتبي ما بسجل معكم. عارفة والله يا أحمد. إياد. دكتورة على إلهام بس علق المايك. يا إلهام قلتها والله العظيم. غيداء. دكتورة موجودة. فاطمة. هبة عمر. معك دكتورة. هبة عبد الله. موجودة. موجودة دكتورة. ليش حضرتك؟ جملة. معاكي. معاكي دكتورة. ماشي يا جملة. مجد. مجد. جعفر. معاك دكتورة معاك. محمد فرحات. عمر. عمر. معاك دكتورة عمر. ماشي يا عمر. رهف. مين دكتورة؟ سماح. معك دكتورة سماح. أروى. آلاء أبو شعر. موجودة دكتورة. حزيفة. موجود دكتورة. حمزة. حاضر دكتورة. تميم الرومي. موجودة دكتورة. فهيمة. فداء. قصي. شاكر. موجود قصي دكتور. مرح. من يمين. نعم دكتور موجود. لينا. في حد يشغل بس مش اسمه. أروى دكتور. دكتورة ألاء عبد الحفيظ. دكتورة ناديت على اسمي. أنا رنت دكتورة. دكتورة واسمي زكريا عثمان. رهف. يا رهف خلاص لو كنت تسالي. طيب كمان زكريا. زكريا دكتورة. زكريا. وراشد دكتورة. وراشد. ولانا القرداسي. ولانا خلاص. وأرض. تمام يا شباب لكم. هي دكتورة كمان هم فرحات. محمد فرحات. ومرح قلت مرح وانت كداعة الشاشة كمان. طيب خلاص ان شاء الله تعالى نكملين عمر اخوانا بكره بعون الله نستكمل اللي مطلوب مننا ان شاء الله. كل اللي عنده سيمينار يبقى جاهز بكره يا جماعه. خلينا ماشيين مناقشه السيمينارات بتزامن مع موضوعات اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ورقه. يعطيك العافيه دكتوره. اللهم امين. ترى انا راح اخرج لانه عندي محاضره. لا تفضلوا خلاص ما انا خلصت. دكتوري سؤال معلش. تفضلي تفضلي. دكتوري من يوم الثلاثاء احنا دورنا فما بعرف بكره هيك رح يصير دورنا ولا لا. معلش انا النهارده بس مجموعه احمد لانه احمد مش معانا في الشعبه فحبيت ان انا علشان خاطر يبقى نخلص منه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله. شكرا دكتور. عناية حبيبتي ان شاء الله. انت ورنيم وزين ومرام ومرام والعلاقات. لا خلاص بكره انت بامر الله. دكتوره يعطيك العافيه. اللهم امين يعطيك العافيه. ليك سؤالي هبه؟ دكتوره بس لانه احنا اليوم على اساس نقدم وما قدمنا بكره كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خليكم جاهزين عموما. انا حابه ان انا احنا جاهزين يعني اصلا من اليوم. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. خلاص ان شاء الله يعطيك العافيه دكتوره. شوفوا على مدار الاسبوع عشان اكون صادقه معاكي هنكون انهينا كل السيمينارات ان شاء الله سواء هنبتديها من الاول او النوبه مع المرض. اوكي ان شاء الله. ان شاء الرحمن استودعكم الله. يعطيك العافيه. اللهم امين وياكم. سلام عليكم.